بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعرف الشباب ازاي يصبرس العقل اللي هي العقل الغاب والمكن، يعني مش هتربطك يعني الا حاجات بسيطة اللي هي مثلا تعجب امير، ومثلا لو في حرير ماشي. انا عندي شوية ذكر اللي هم القدام بدل ما كنت ارميهم فهصبرس بهم، يعني كويسين جامدين يعني. فالعقل مثلا اي صبرس عقل ما بتاخدش اكتر من عقلتين، يعني بس اكتر من عقلتين اللي هيقول لك مثلا لغايه نص العقله ده بيضحك عليك. العقله بتبقى ضعيفه من هنا يعني لغايه هنا، يعني مش محتاج ان انت مثلا تعمل ايه العقله كلها، لا هنا الضعف بتاع العقل بيبقى من الجنب ده، وتملي تلاقي مثلا اي كسر بيجي ايه من بعده بشويه، كل شويه تتكسر من الحته دي ليه؟ في تلبيس العقل، في تطلع العقل بيبقى مثلا خشونه في الرمل، في رمل، في وساخه، في بتاع، لما تيجي تطلعها على زنقه الرمل بتقوم ايه شرخ العقل. تمام، فاحنا هنعرف الشباب ازاي يصبرس العقل دي. تمام، خليكم معايا وان شاء الله ايه هنستفاد. انا عندي مثلا ايه اللي هو الدكر اللي هو القديم ده، باخد كده البكره برميها على الارض عشان ايه ابدا اعرف يعني ايه، يعني اخد راحتي وانا ايه وانا ايه بلف على العقل. هنيجي هنا واحده واحده كده مع بعض، بنلف كده، تبدا تلف. في ناس اللي بتعملها زي ايه، زي ترميلة ايه الصنارة، زي ترميلة الصنارة ده ما بحبهاش بأمانة يعني، زي قلتها. فبتبدأ ايه تقعد تلف لغاية مثلا لما يجي لك ايه لغاية مثلا ايه اللي هما العقلتين اللي بقولك عليها، تقدر كده وتجمع كده حواليها ايه لغاية لما ايه عشان يبقى منظرها بقى منظرها كويس، يعني ايه ايه رصة اللي هو رصة ايه الخيط عليها. تمام، بتبدأ ايه برضه تقعد تلف، تقدر تلف وتجمع كده ايه شويه صغيرين كده بايدك عشان بس المنظر ايه يبقى ايه يبقى كويس. انت بتقعد تلف وتظبط كده لغايه لما تجيب ايه اللي هما العقلتين اللي بقولها العقلتين صابع. تمام، بعد ما تيجي مثلا تخلص، خلصت مثلا لفه اهو، مش هربط مثلا كده، لا هجيب حته شعر كده صغيره، هقص حته، تقص حتة شعر صغيرة كده اه، تبدأ تحط تلفها كده اه، تقوم عاملها ايه زي خمسة، زي خمسة كده عليها، باينة ولا ايه؟ باينة. تمام، بتبدأ تلف برضو ايه عليها، ليها لازم خلي بالكم، تبدأ تلف كده ايه لغاية لما ايه مثلا شوية صغيرين كده ايه بتاع حوالي مثلا ايه 10 لفات أو 15 لفة. تمام، تيجي هنا تقوم ايه قاطع الدكر، تقطع الدكر وتقوم مدخله في اللي هي الفتحة بتاعت ايه الشعر. تمام، نيجي هنا هنسحب، نسحب كده ايه كده، بقت ايه العقدة منين؟ من بره، مش ايه طالع من جوه. تمام، وبتجمع كده عليها، تقص طبعا، انت بتقص زيادة بالجنبين كده، وتبدأ تجمع كده بإيدك عشان بس المنظر العام، المنظر بتاعها كده اهو. بتيجي تفتح، بتقوم فاتح مثلا اللي هو اللي ايه الامير بتاعك، بتظبط حاجتك كده اهو، ثواني كده معايا، تبدأ ايه تمشي شباب. الأمير مش عاوز يتفتح، خليكم معايا ثواني ثانية، تفتح كده. تمام، تبدأ تقوم ايه مدخل اللي هو العمود بتاعك كده اهو، تبدأ تمشي واحدة واحدة كده ايه على العقل كده اهو، على اللي انت عملته. انت طبعا ايه بتبقى ايه لم، انا بعمله بسرعة بس ايه عشان ايه يعني وقت الفيديو والكلام ده، فانت كده ايه بتبقى ايه معاك زي الحديد. اللي يقول لك مثلا ايه لا ده دي محتاجه اللي انت مثلا تعملها بعد العقلتين مثلا باربع خمس صوابع، لا انت مش هتلطش بيها. تمام، يلا كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ايه استنوا فيديو جديد ايه كل يوم كده ايه ويومين كده فيديو باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.